ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نوع ونحسن دعوة ديال تي في جا اس ام اس اياد نجا دعوة نيسان حرون تي سي مقديشو دلالة شاشة دا اي فيسبوك اياد ستوس انو جا دعوة نيسان مانتي وحان دافرانينا بإذن الله الجبار ترتن كقران اغرسكا بشا بركيسان رمضان تي في جا اس ام اس ترتن كان ومد لوغو تلقل إن لوغو ليرقليو عرور تدأذو ذكاو سيسس دعية طوبان سنجير ويلال يقبضا أي سوغو جران وحينا كتر تمايان شن إيا طوبان كجوزي هو سيه قرآن كريمك برواية حفصة عن عاصم حفظا وتجويدا ما أنت يو سبتياه ما لنك كواد يترتنك سدح ذا بشا بركي سنة رمضان سنة دكون أفر بغول أفرتاني أفر هجرية وحينا ترتمي دونا عرورتا كلا أه سمية أيوب نالي أو لبيو طبان سنجرة عائشة محمد محمود أو سدعية طبان سنجرة ماريا محمد محمود أو يدنا سدعية طبان سنجرة عبد الرحمن سعيد محمد أو سدعية طبان سنجرة عباس سعيد محمد أو إساقانه لبيو طبان سنجرة تابقرين تترتنك وشركة إزقارسين تأهرمود damaan farsamayaqaanadeena qaabka qurxoon ee barnaamijkay u farsameenayaan waan kaga mahadcelineyna bismillaahi aljabbar waxaan allah kaga baryeena barnaamijkan qeyriga waqtiga ay gelinayaan miisaankooda qiyaamin oo ilaahay oo u saaro insha allah taala dhanka gudiga garsoorka waxaan iska kaashaneena anigoo al ustaad abdul wali yahya ali ah iyo doktor al ustaad al sheikh ahmed turere jimcaale tartanka ayaan si toos ah u gudagaleena gudiga waxay u yeerayaan tartamaha koobaad ardayda lagu magacaabo Sumaya Ayub Naleye waa 12 sano jir degan degmada Hiliway waxayna ka qaybtaa ardada madrasada Hamilul Quraan Sumaya halena nasiibkaaga tijaabi Sumaya ayaa nasiibkeedii tijaabisay waraaqadan waxa ugu qoran saddexda su'aal ee marka Sumayo la weydiin laha ayaa waraaqadaha ugu qoran 15 juz waxaa loo qaybshay min 5 juz 5 juz ee sare qala lama aqul illa iyo wala tujadilu hal su'ala ka imaan doonta wala tujadilu illa iyo surata al-ahqaf su'asha labaad shanta juz ay ka dhax iman doonta su'aasha saddexaad ee ugu dambeysane waa shanta juz ee hoose suuratal ahqaf ila iyo suuratan nas tartamahaane waraaqad baqtiya nasiib ay u qaadanaya nasiibkiisa waxa uu ku helo ayana la su'aali doona su'aasha koobaad oo nasiibka u yeelatay waa suurata taaha baga 319 su'aasha labaad waa suurata safaad baga 452 su'aasha ugu dambeysane wa suurata al-fath baga 512 ustaad fadal a'udhu billahi minash shaytanir rajim kadhalika naqussu 'alayka min anba'i ma qad sabaqa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه فساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم ضريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألون
نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم ضريقة إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم ضريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا.
أرداد داسي وحي هيد سمية أيوب نالية قديقة وحي أوييريان ترتمها حيقة وقبل اللقومة قعابو عائشة محمد محمود عائشة محمد محمود عائشة واسد دعية طبان سنجر دقن دقمدا هيلواي برامج كترتنك قرآن أغرسك بشبرة كيسان رمضان تي في SMS آيات ستوس أنو قد دعوانيسان شاشة دا إيو فيسبوك با عائشة آيا نصيب كيدي تجابي نيسو سد عدد سؤال عائشة نصيب كي أويا لتي سؤال شكوبات وصورة الفرقان بقى سد حبقول لحدن يكو سورة الفرقان بقى سدح بقول لحدن يكو سؤال شلباد وسورة الجاثية سؤال سدحادنا وسورة البروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة
والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين كذبوا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون فاتبعها ولا تتبع ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود عائشة محمد محمود أي أهيد أردية داسي guddiga waxay u yeerayaan ardayda xigta Maria Muhammad Mahmoud wa Maria Muhammad Mahmoud Maria shan iyo tobanka juz ee hoose Qur'aanka Kariimka ay musaabaqadan ku tijaabin doonta heerkeeda xifdinta Qur'aanka Kariimka wa gabar yar 13 sano jir degan degmada Hiliway nasiibkeeda ay tijaabisay
سورة الحج سورة فصلت إيو سورة التغابن أي نسيب يالتي سؤال شكوبات بقى سدح بغلص الدنيا أفر سدح بغلص الدنيا أفر وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فمن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليها لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم
إنه بما تعملون خبير إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم باطل يسبح لله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون خبير والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق فصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور قدي قترتن كقرآن أغرس كبيشة بركيسان رمضان اي تي في اس ام اس ترتمه لغو مقعابه عبد الرحمن سعيد محمد والله بيطبن سنجر دقن دقمدا هودن قيبنا كاه أرددا مدرسة ترتيل وحلينا هاي عبد الرحمن سعيد محمد كسو دواو مسرح مسابقة دا انت عدنا فريسان كهر نسيب كاك تجابي سد على السؤال نسيب كوئي شيء سؤال شكوبات وصورة المؤمنون بقى سد حبقول أفرتني يا سديد صورة المؤمنون سؤال شلبات وصورة الروم بقى أفر بقول يتضبط سؤال سيد حادي أقدم بس أنا سورة الحديد وهي بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلا لذهب كل إله بما خلق بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون
قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإما على أن وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وهو عليم بذات الصدور له ملك السماوات والأرض هو الذي خلق السماوات له ملك السماوات والأرض وهو عليم وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعل
وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كريم وأجر كبير. كنت يا جبا جبا ذا برامج كترتن قرآن أغرس كبشة بركة سنة رمضان تي في اس ام اس أيان اسل السوق قارني maalinka labaad ee tartanka baritoole insha Allah ta'ala 4 bisha barakeysan ee Ramadaan waxay noo tartami doona ardada kala ah Ubax Rashid Makki wa Ubax Rashid Makki, Abdul Malik Rashid Makki, Abdul Malik Rashid Makki, Abdullah Hussein Abdi, Abdullah Hussein Abdi iyo Asma Hussein Abdi. Asma Hussein Abdi. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.